حقيقة لن ينسى تاريخه، ودائما وابدا كان يتطلع لمستقبله. مصر دولة حية ودولة مليئة بالكفاءة، وكل ما يقال وكل ما تسمعوه من بعض الإشاعات لا أساس له من الصدق. الدولة قوية، قوية كما ذكرت بشعبها، وقوية بجيشها. الجيش المصري المعروف عن صلابته وقوته ودفاعه عن هذه الأرض. كما يعلم الجميع ظلم كثيرا، ولكنه عمل كثيرا وأنجز الكثير، والكثير والذي عجزت عنه كثير من المجالس النيابية لمصر في الدنيا. واليوم على وجه التحديد يمكن كان في حزمة من القوانين الخاصة بالحماية الاجتماعية، زيادة مرتبات، علاوات استثنائية، تخفيض الضريبة على الدخل، وهناك الكثير والكثير في الأيام القادمة. لن أسبق الأحداث، وإنما في الأيام القادمة ستشهد إفراجة كبيرة جدا في تحسين حياة المواطنين. هذا جزء من الذي أنجزه مجلس النواب، ولكن هذا المجلس لها مصر تفخر به. هناك ذخيرة حية من الأعضاء يتسلحون بالعلم. يمكن مجلس النواب من من لا يعلم في حوالي 59 أستاذ جامعي. مجلس النواب يمكن في حوالي 40% من الشباب، 25 ل 42 سنة.